نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. غدا العودة المدرسية في كامل ولايات الجمهورية، والمؤسسات التربوية تستقبل أكثر من 2 مليون تلميذ في مختلف المستويات التعليمية. إعلان التركيبة الجديدة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وملفات مطروحة منها القانون الأساسي للمهنة. شهيدان فلسطينيان برصاص المحتل الإسرائيلي في الضفة الغربية توازيا مع اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى. الثامنة من تونس، أهلا بكم. تبيت معظم العائلات التونسية الليلة على وقع العودة المدرسية. الأولياء يخوضون سباقا ضد الزمن سويعات قليلة قبل دخول أبنائهم قاعات الدروس، والتلاميذ يستعدون لدخول أقسام تدخلت وزارة التربية في العديد من المؤسسات التربوية عبر تراب الجمهورية لبنائها أو صيانتها بمساعدات من المجتمع المدني والأولياء. قرابة 2,300,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة، بزيادة في عدد التلاميذ بمعدل 35,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الفارطة. سنة دراسية شهدت إحداثات جديدة، حيث ستفتح 22 مؤسسة تربوية تم إحداثها أبوابها أمام التلاميذ مع بداية هذه السنة الدراسية، كما تمت صيانة وتهيئة أكثر من 1,600 مؤسسة تربوية وبناء 300 قاعة تدريس. كما انطلقت وزارة التربية وفق وزير التربية فتح سلاوتي في اعتماد عدة إصلاحات بيداغوجية بالنسبة إلى عدد من المستويات الدراسية، وذلك في إطار تفعيل برنامجها المتعلق بتطوير المناهج والبرامج التربوية لجميع المستويات الدراسية. السنة الدراسية 2022/2023 لن تشهد وفق وزير التربية إشكالات في مستوى التزود بالماء الصالح للشرب بجميع المؤسسات التربوية. وقد شهدت عديد الجهات هبة ملحوظة من المجتمع المدني في إنجاح هذه العودة المدرسية وإدخال الفرحة على قلوب التلاميذ قبل أوليائهم بالدعم والإسناد بما تيسر من المواد المدرسية ومتطلبات سير الدروس ضمن قوافل تطوع رسمت بهجة أينما حلت. ينشرون الفرح في ربوع هذا الوطن، يمدون يد المساعدة، يغرسون روح البذل والعطاء والانتماء. هكذا هم المتطوعون باختلاف أشكال تنظمهم، والهدف واحد: شباب واعي فاعل ومغير. نحب نقول نزرعوا الضحكة، راهو إيجا نقول لك كي نعاونوا عبد، راهو سي با مش لازم نحكيوا ديما امور فلوس، راهو فما حاجات اهم من الفلوس، اللي هي اول حاجه نزرعوا الضحكه، سي تري امبورطون، الضحكه والمحبه والزرع الحب الوطن. اذا اليوم نبنيو من اليوم باش 20 سنه تبدا تونس خير، تونس اكبر، تونس اجمل، وعانت تونس قبل، يعني لكن برجالها وبنساها رانا نوصلوا، وان شاء الله نوصلوا بقدر ربي. ومن أجل أن تكون تونس أفضل وبهدف نشر مبادئ العمل التطوعي وتعزيز التماسك في المجتمع، ارتفع منذ 2011 عدد الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني، وازداد معها وعي الشباب بالانتماء إليها والرغبة في تحسين ظروف الآخرين ومساعدتهم. التطوعي معناتها يحمي الشباب ويحمي الأطفال، خاصة من عدة مخاطر اللي موجودة في المجتمع. نشجع برشا عبيد باش يدخلوا الجمعيات، على خاطر بالحق تعاونك باش تستثمر وقتك في حاجات مفيدة وما تضيع لكش وقتك. في الشتاء تشجعونوا العائلات اللي يقعدوا في البرد وكل، و فريمون معناها اكسبيريونس بها تعرف فيها على العباد و تتربى على تبني بلادك. معنا احنا اليوم موجودين باش نعاونوا العباد، باش نعاونوا غيرنا ونحاولوا نحسنوا من وضعيه بلادنا، نحاولوا نكونوا قدوه للعباد اللي بعدنا. وحتى تتجذر مبادئ التطوع ويزداد الوعي باهميته، يؤكد المختصون في علم الاجتماع ضروره ان لا يكون العمل التطوعي مناسباتيا بل مبدا وقيمه من قيم المواطنه. خارج هذه المناسبات نرجع اللي كل واحد معنا يعني حبر روحه وما عندوش علاقة بالآخرين، والعلاقة بالآخرين ليس فقط في التبادل أنك أنت تسأل عليه وكذا، هذا جزء من التضامن الإنساني والتعاطف، ولكن أيضا من خلال الأعمال التطوعية والتضامنية تجاه كما قلت مؤسساتنا، تجاه فضائنا العام، تجاه مواطنيها بصفة عامة.
ويؤكد الباحثون في علم الاجتماع أهمية العمل التطوعي في ترابط المجتمعات وتماسكها، وأنه من المهم التفكير في التربية على هذه الخصال وإدراجها في المناهج التعليمية. رأوا في مناهج التربية الحديثة يعلموه أبرانتيساج، يتعلم، ولكن للأسف مدرستنا لا تعلم مثل هذه السكيلز الخصال، ولذلك التربية الحديثة تعتقد أنه من دور المدرسة ومن دور العائلة في التربية الحديثة أن تنمي مشاعر التطوع. يصبح التطوع هي دربة وهي خبرة يكتسبها الطفل والتلميذ يعني منذ التربية ما قبل المدرسة وقت يبدأ هو في الحضانة. ويبقى العمل التطوعي عطاء جميلا بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة، وممارسة تتطلب ثقافة ووعيا بما يقدم للآخرين. يشتكي الأولياء من شطط أسعار تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال التي باتت مشحفة عند البعض، ما جعل نسبة الإقبال على التسجيل فيها ضعيفة. في المقابل يؤكد بعض أصحاب هذه المؤسسات أن المعاليم المطلوبة بالكاد تغطي المصاريف اليومية لهم. كيف يبدأ عنده زوز ولا زوز ثلاثة شو يعمل؟ بالحقش بشي يعمل؟ كان التويكة ب120 ولا ب150؟ هو السؤال الذي يطرحه العديد من الأولياء أمام الارتفاع الكبير في رسوم مؤسسات الطفولة المبكرة، أسعار أصبحت تشكل في حالات عدة حواجز أمام الأسر التونسية محدودة الدخل خاصة، والتي لم تعد قادرة على تسجيل أطفالها في رياض الأطفال. ففي هذه المؤسسات رسوم تسجيل ومعاليم شهرية بالإضافة إلى مستلزمات وأدوات ومصاريف للرحلات والحفلات. 150 هذه أقل حاجة قضيتها بركة متاع الروضة، بنتي قريب 200 دينار في كل مناسبة، ذيك كل 25 10 هاي صورتي هاي ترشنية، تتراوح من 180 حتى 200 تتراوح مع السوم ترانسبور، خاطر كل ما تزيد ترانسبور كل ما يتبدل. كانت بسوم رمزي وكانت تبع معناتها الدولة، كانت تدعم فيها. أنا بنتي قريت في روضة تبع الدولة. 700 فهمتني، أي توا فهمتني، من لمجتو فهمتني، ترانسبور فهمتني، أدوات المدرسية. ما عاش نجم اليوم تقاوم غدوة ترخ بشوي 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 حتى ينقطع جملة على الدراسة. ارتفاع في تكلفة رياض الأطفال يشكوه الولي وأصحاب رياض الأطفال أيضا، الذين يواجهون مصاريف عديدة، وهو من جر عنه نقص في عدد الأطفال المسجلين بهذه المؤسسات. مصاريف حسب إمكانيات الولي، معناها فما نقص كبير السنة في عدد الصغيرات المرسمين في الروضة، خاطر الأولياء ولاو يهزوا صغارهم لرياض الأطفال العشوائية، فما برشا رياض أطفال غير قانونية، فما الكتاتيب، فما اللي يشدوا في الديار، أغلبهم يمشيوا على الرخص. رياض الأطفال قاعدة تعاني في برشا حاجات، فما أداءات، فما قبضة، فما سيانسيس، فما خلاصات، كراوات غالية. أري بعض رياض الأطفال أكدته رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، مرجعة ذلك إلى غلاء المعيشة. سمعت لي في المرسى فما روضات ياخذوا في 600 و700، فهمتني، وفما روضات اللي هما في الأحياء وهي تماشيا مع غلاء المعيشة. نقص عدد الأطفال المسجلين في رياض الأطفال هذه السنة وانتشار الفضاءات العشوائية هي من أبرز المشاكل الأخرى التي يشكوها القطاع. فما دي نزل 60%، 50%، 40%، يعني نسبة كبيرة، لأن الأقسام التحضيرية ما عادش تمشي له. نحن نطالب وبكل صراحة إرجاع الخمس سنوات إلى مكانها الطبيعي وهي روضة الأطفال. إشكاليات عديدة يشكوها قطاع رياض الأطفال، منها غلاء المعاليم الشهرية التي تثقل كاهل العائلة التونسية، وهو ما يرجعه العديد إلى انتشار رياض الأطفال العشوائية ونقص رياض الأطفال العمومية، حيث أن 94% من مؤسسات الطفولة المبكرة في تونس من القطاع الخاص. اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام ب 3.5%، وفق ما ذكرته مصادر نقابية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فضلت عدم الكشف عن هويتها.
وأفادت المصادر ذاتها أن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزيادة في الأجور سنوات 23 و2024 و2025 على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 23 و2000. ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق لينهي الحالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيدا عن الإعلام، ومثل التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور أهم النقاط الخلافية. انتهى المؤتمر الانتخابي لعمادة المحامين في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وبعد تواصل عملية الفرز على امتداد يومين كاملين انتهت انتخابات عضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. من مجموع 39 مترشحا تم انتخاب السادة نجلة تريكي حسنة كبري نزيها سويد محمد محجوب منير بن سميدة وسام الشابي سلمى دربال عدنان نويشي هشام بن عبد الله طاهر يحيى حسين الدراجي عمر السعدوي نادي القفصي محمد بن سميدة لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين بعد انتخاب حاتم المزيو عميدا لها، وهذا للفترة الممتدة بين سادتي 22 و2025 و2000. وتبقى للمرسوم المنظم لمهنة المحاماة تكتمل تركيبة الهيئة بعد انتخاب رؤساء الفروع الجهوية الأحد القادم البالغ عددها 17 فرعا من بين الفرع الجهوي للمحامين بتونس الفرع الأكبر من حيث مرجع نظره. ومبدئيا فالتركيبة الحالية للهيئة تترجم حسب التقديرات انتصار خط جديد يتمهوى رؤية العميد حاتم المزيو في مؤتمر انتخابي حافظ على خريطته السياسية التاريخية للمهنة جامعا يساريين ومقاوميين واسلاميين ومن التجمع المنحل والروافد التي بنت بعد حله وغيرهم، وهذا جدد الصراعات التي تمظهرت في حالة توتر وفوضى عطلت في بعض المستويات عملية فرز الأصوات بالنسبة للدور الثاني من انتخابات العميد. ويقول رئيس لجنة الانتخاب بعد البلهجل أن المحاماة كانت دوما مسيسة وأن كل من كان في الحكم يحاول استقطاب المحامين، لكن أن الأوان للاهتمام بمصلحة مهنة المحاماة خاصة مع ظروف الاقتصادية الصعبة. وعلى هذا تطرح جملة من الملفات على الهيئة الجديدة، منها العمل على إصدار القانون الأساسي للمحامين الذي يؤمل أن يكون السبيل لإصلاح الهيكلة خاصة وتوحيد المدخل وإصلاح المهنة في المجال المتعلق بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وكذلك بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية. ويحضر معنا في الاستوديو عميد المحامين الأستاذ حاتم زيو. سيد العميد أهلا بك وشكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. بداية مبارك هذا الفوز وهذا المنصب الجديد عميد المحامين. شكرا ومبروك على المحاماة التونسية وعلى تونس قطبة. شكرا. شكرا جزيلا لك. إذن من بين الملفات المطروحة في المؤتمر الانتخابي هو القانون الأساسي للمهنة، فهل سيكون هذا الموضوع هو من أولويات يعني هذه الفترة التي ستتولونها؟ شكرا. في الحقيقة أود قبل كل شيء أن أشكر جميع الزميلات والزملاء على هذه الثقة الغالية وفي أمانة ومسؤولية كبرى هي عمادة المحامين، وأؤكد على وفائي لثوابت ومبادئ وقيم مهنة المحاماة، وكذلك على وفائي لبرنامجي الانتخابي. وأولى الأولويات التي سنعمل مع أعضاء مجلس الهيئة المنتخبين ليلة البارحة هو العمل على إصدار القانون الأساسي لمهنة المحاماة. هذا القانون الذي نريده قانونا عصريا متطورا يستجيب لتطلعات المحامين والمحاميات الذين اعتبرتهم في الحقيقة محور الاهتمام الأساسي للبرنامج الانتخابي بوصفهم المورد البشري للمهنة. وفي الحقيقة هذا القانون سيغير وضع المحامي من جميع النواحي، لأن الحقيقة المحاماة اليوم كذلك مثلها مثل يعني البلاد عامة تعيش ظروف صعبة على جميع المستويات. نعم. والمحامين وخاصة الشبان منهم الحقيقة يعيشوا في صعوبات مادية واجتماعية ومهنية كثيرة، ولابد من قانون أساسي جديد يغير هذا الوضع بالتأكيد على الشراكة في إقامة العدل، شراكة حقيقية، وكذلك بالدفاع عن الحقوق والحريات في جميع القضايا التي تتعلق بالحريات. نعم. وهنا يجرنا الحديث على نيابة المحامي الوجوبية للمتقاضين وخاصة في المادة الجزائية، وكذلك المحامي المستشار للمؤسسات الاقتصادية لماذا له من دور استشاري هام، وكذلك توحيد المدخل لمهنة المحاماة والاهتمام بالتكوين المستمر للمحامي وتعزيزه
مقدرته ومعارفه، وفي الأخير هيكلة جديدة للمحاماة تسييرا وتأديبا، كذلك تؤكد نجاعة المهنة وتعزز يعني الخدمات للمحامين عن قرب. نعم. وتؤكد على أهمية يعني نجاعة الهيئة الوطنية للمحامين التي الآن ب 33 عضو، هناك مجلس الهيئة فيه ثقل، ونريد التخفيف في أعداد أعضاء المجلس حتى ترجع نجاعة مجلس طيب. الهيئة إلى ما كانت عليه. تحدثت عن بعض الصعوبات التي تعاني منها مهنة المحاماة. صندوق الحيطة يشكو نعم. من عدة نقائص وصعوبات مالية، قالوا إنها يعني عسيرة وعميقة في هذا المؤتمر، ماذا بشأنها؟ حقيقة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين اللي هي مكسب هام، هو مكسب هام للمحامين والمحاميات، وهم من يمولونه بأموالهم الخاصة بواسطة الاشتراكات والطابع الجبائي. الحقيقة يعيشوا منذ يعني 2020 و21 فترة صعبة ماديا، نظرا لانتشار طبعا كوفيد-19 وكذلك الإضرابات القطاعية المتكررة للسادة القضاة والإداريين في المحاكم، تعطل العمل بالمحاكم ومن نتائجه المباشرة هو تعطل عمل المحامين وقلة موارد التابع. وتأزم الوضع. نعم. تأزم هذا الوضع زاد طين بلة، يعني الحقيقة الوضع هو في حد ذاته صعب. وتعطل العمل بمرفق القضاء وما قام به المجلس على القضاء السابق من تعطيل كذلك عودة القضاء إلى السير الطبيعي في فترة كوفيد نجر عنه صعوبات جمة لهذا الصندوق، ولكن وتأخر حتى في استخلاص الاسترجاعات للزميلات والزملاء وعائلاتهم. واليوم نسعى إلى إرجاع هذا الصندوق إلى حالته الطبيعية وتوازناته المالية، وسنسعى إلى تعديل الأمر كذلك المنظم له حتى نضمن حوكمة رشيدة لهذا الصندوق ونضمن كذلك تحسن الخدمات في أقرب الأوقات إن شاء الله. المحاماة في مؤتمركم أوضحت حركا سياسيا واضحا وتجلى ذلك في نتائج الانتخابات، هل العميد الجديد اليوم قادر على تجميع الاختلافات الموجودة والتي وصلت ربما حتى التشنج في بعض الأحيان؟ شكرا، سؤال هام. احنا اليوم عميد المحامين المنتخب هو عميد جميع المحامين بمختلف ألوانه، ومن صوت لي ومن لم يصوت لي نعتبر نفسي عميدا له، وكل تقاليد المهنة تؤكد على ضرورة لم الشمل وتجميع المحامين على رأي واحد حول هياكل المهنة من أجل تحقيق هذه المطالب، وكما قلت المهنية في برنامج الانتخاب الذي انتخبت على أساسه، وكذلك من أجل أن المحاماة التونسية توفي بالتزاماتها وبمبادئها في أن تدافع على الحقوق والحريات وعلى القضايا العادلة، وفي أهم في مقدمتها قضايا الشهداء، شهيد شكري بالعيد اللي هو محامي، والحاج البرامي، وكذلك شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية. المحاماة بصفة طبيعية هي ليست مسيسة، هم المحامين هم المسيسون، لكن المحاماة هي مهنة مستقلة تشارك في الشأن العام وتدلي بدلوها بوصفها شاركت يعني المحاماة التونسية سواء قبل حتى الاستقلال في معركة التحرر الوطني وفي بناء الدولة وفي الثورة التونسية وحتى بعد الثورة، ستواصل المحاماة التونسية في القيام بهذا الدور من أجل دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون، يسودها العدل والعدالة للجميع، وكذلك سنعمل على تقديم جميع المقترحات بوصفنا يعني سلطة وقوة اقتراح للسلطة السياسية القائمة التي نتمنى منها التفاعل الإيجابي، ونحن علاقتنا طيبة معها ما دامت تخدم مصلحة الوطن والمهنة، وإذا كان هناك أي إشكال فإنه نعبر عليه بكل وضوح وصراحة. شكرا. ولن نتوانى في التعبير عن ذلك كذلك. شكرا عميد المحامين الأستاذ حاتم زيو، شكرا جزيلا لك على الحضور معنا وعلى كل هذه المعلومات. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام نواصل تقديم أخبارنا. الصعوبات التي يمر بها قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وأبرز الحلول المقترحة لتذليلها مثلت محور ندوة وطنية نظمها اليوم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. بقية التفاصيل في التقرير التالي.
أكد المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك رضا المرابط سعي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء مقاربة جديدة لتستفيد مراكب صيد السمك الأزرق وعددها 390 مركبا من منظومة صيد الطن الأحمر، وذلك عبر تخصيص منحة تمكنهم من تحسين المردودية. مراكب السمك الأزرق مش تتمتع بمنظومة الطن الأحمر في شكل معناتها منحة حاجة اللي مش تعاونهم على المردودية بتاعهم. العدد بتاعهم 390. احنا المرة هذه المقاربة اللي عملناها مع كل الأطراف، سواء مراكب صيد الطن القدم والجدد، سواء مراكب السمك الأزرق، باش ما يقولش احنا مش مشاركين وإلا مقصيين وإلا كذا، كل الناس كل. وصاروا جلسات مرتين مع السمك الأزرق الأطراف الكل، والمرتين مع أصحاب رخص صيد الطن. الوزارة أنصفتنا وقالت الناس كل تاخو، الناس كل تاخو بالتساوي، صارت مقاييس خاصة باش ياخذوا 80 برك والبقية لا. وفي المقابل أبدى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تمسكه بالاتفاقية الإيطالية المعمول بها منذ سنة 2018 مؤكدا أن غضب البحارة مرده عدم إيفاء سلطة الإشراف بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق الأول. انتفضت بحارتنا في الجهات المحرومة وقالت لابد لنا باش يكون لنا نصيب من هذه الحصة الوطنية اللي كما جرجيس كما جابس كما صفاقس كما غير الجهات الأخرى المهدية ولا المستير ولا نابل باش تاخذ حصة معناها من الطن الأحمر. قمنا بتطبيق هذه الاتفاقية بزيادة 20 مركب تمدهم بالحصة حسب القرعة، أنه باش نواصلوا بالتمشي هذا للانتفاع وتوسعة الانتفاع. إلا أنه اليوم سلطة الإشراف الحالية ربما ما عجبهاش التمشي هذا، اليوم تلوح ببرنامج آخر لإيقاف العمل بالاتفاق هذا. بحارة بمختلف أصنافهم طرحوا جملة من المشاغل والإشكاليات التي تعيق نشاطهم وتحول دون تحسين المردودية، مطالبين سلطة الإشراف بالتعجيل في إيجاد الحلول المناسبة. مطلب متاع تحسين فلوكة، تحسين مركب، تعطينا الإدارة عندك واحد من الطول الفلوكة 10 متر وتعطيك متر ونص زيادة باش تطلعها 11 متر ونص، يعني باش نصرف باش نصرف نقول نعمل فليكة باية وباش نبعد بعيد وننتج نطلعها 14 متر. عامين التالي كنت تعاود المطلب ويعطيوك لوكي تاخذ ورقاتك فيسا وتمشي تخدم ما تدومش الحكاية حتى 3-4 شهور. عندنا عامين توا واقف المطلب اللي تطلبه يترفس. تراجع المطالب نتاع العباد هذوما والبحارة وخير البحارة هذوما باش يسويوا لهم الوضعية نتاعهم ويمشيوا يخرجوا على رواحهم يسترزقوا باش يلقاوا منين يخلصوا الديون اللي ديناها وباش وبالإضافة إلى إشكالية الرخص، يبقى الصيد العشوائي أحد أبرز المعضلات التي تساهم في استنزاف الثروة السمكية. نظم المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب ندوة دولية حول الإرهاب والمقاومة، ندوة شاركت في فعاليتها المناضلة الفلسطينية ليلى خالد إلى جانب آخرين، والتي أتت لتروي حكايتها عن النضال والمقاومة. إنه تكريم تناله ليلى خالد من المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب. هي هنا لأنها من رموز الثورة الفلسطينية التي عرفت بالإمرأة غير العادية وبطلة خطف الطائرات التي تؤمن بفعل المقاومة لأسها من الوسائل الأخرى، لكنها لم تكرم وحدها، كرمت معها رانيا الماضي إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان. ما يزال صوتها عالياً. هي هنا فقط لتروي حكايتها مع النضال والمقاومة. الآن الرجعيات العربية تكشف عن وجهها بشكل صارخ وواضح، ولذلك مقاومة التطبيع هي مهمة الشعوب العربية، مقاومة إسرائيل هي مهمتنا نحن، يعني الفلسطينيون نحن رأس الحرب للأمة العربية من أجل مقارعة هذا العدو. والعدو هنا هو الكيان الإسرائيلي المحتل الذي وجب أن تصوب كل بنادق المقاومة باتجاهه، حسب رئيس المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب رضا الرداوي، الذي يقول أن كل بندقية تخطئ طريقها هي بندقية للإرهابيين. طالما لم توجه البنادق إلى هذا العدو ستتجه البنادق إلى قلوبنا، ستنقسم قوانا وسيتم زرع
الفتنة داخلنا وستتجه بنادق إلى قلوبنا وإلى صدورنا، وهذه هي بنادق الإرهابيين. يعني الإرهابيين راهو ماهوش مشروع، يعني الحركة الإرهابية سواء في تونس أو غيرها ماهوش مشروع سياسي، هو مشروع موجه إلى الأمة العربية باش ما توقفش. فليست إذن حسب رضا الردوي وآخرون ممن حضروا في مؤتمر حول المقاومة والإرهاب كل البنادق مصيبة، فالبندقية التي تصيب هدفها العدو التاريخي للأمة العربية وكل المدافعين عن حق الشعوب في تقرير مصيرها الكيان الإسرائيلي المحتل هي بندقية مقاومة نصرة للقضية الفلسطينية دون سواها. في الأراضي الفلسطينية استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أحد الحواجز العسكرية، فيما اعتقل آخرون في حملة مداهمات نفذتها سلطات الاحتلال في مناطق عدة من الضفة الغربية. في إطار سياسات الاقتحامات التي تنفذها بشكل شبه يومي في مدينة جنين ومخيمها والتي أطلقت عليها اسم كسير الأمواج، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على فلسطينيين اثنين بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، ما أسفر عن إصابتهما على الفور واستشهادهما في وقت لاحق. في غضون ذلك قررت سلطات الاحتلال إغلاق هذا الحاجز أمام حركة المواطنين والسيارات إلى حدود يوم الجمعة القادم بتعلة مواجهة تصاعد أعمال المقاومة بالضفة الغربية. وفيما اقتحم عدد كبير من المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال تحذيراً لتنفيذ أكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى في 29 من سبتمبر الجاري بمناسبة ما يسمى برأس السنة العبرية، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 12 فلسطينياً من بينهم 4 أشقاء من مناطق عدة بالضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت ترأس فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً لقادة الجيش والأجهزة الأمنية، خلص إلى أن المنطقة تتجه نحو مزيد من التصعيد. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد كثفت في الأيام الماضية من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، وزادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين في موجة عنف جديدة. خلال جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، وقع أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 3 مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات الأخرى. هذا كما أكد السيسي في ملتقى رجال الأعمال القطري المصري أن مختلف القطاعات الاقتصادية مفتوحة أمام رجال الأعمال القطريين سواء بالشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص المصري، وأعرب عن استعداده لتوفير فرص استثمارية حقيقية للقطاع الخاص القطري. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي بصدد إجراء إصلاحات عميقة لسوق الكهرباء بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة تزامنا مع زيادة في أسعار الغاز، كما أكدت المسؤولة الأوروبية تضامن أوروبا الثابت مع أوكرانيا. يبدو أن أوكرانيا وضعت نصب عينيها تحرير جميع الأراضي التي احتلتها القوات الروسية بعد دفعها إلى التقهقر في هجوم مضاد سريع شمال شرق البلاد، وهو هدف قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن طريق تحقيقه سيكون طويلاً. من جهته وعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلاده بالنصر خلال زيارة إلى مدينة إزيوم الاستراتيجية، وهي أول زيارة للرئيس الأوكراني إلى منطقة خاركيف التي حررتها قواته بشكل شبه كامل في غضون 15 يوما فقط خلال الشهر الحالي. وشهدت مدينة إزيوم التي يبلغ عدد سكانها نحو 50,000 نسمة معارك دامية في الربيع الماضي قبل أن تستولي عليها موسكو التي حولتها إلى منطقة استراتيجية لإمداد قواتها، وتشكل استعادة كييف للمنطقة نكسة للقوات الروسية التي تراجعت نحو منطقة دونيتسك الواقعة تحت سيطرة الكرملين منذ 14 و2000. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم القضاء على ما يصل إلى 250 جنديا أوكرانيا في دونيتسك وأكثر من 20 وحدة من المعدات العسكرية. وأفادت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال 24 ساعة الماضية 33 قذيفة صاروخية
أوكرانية، وتوصل لدعم الغرب لأوكرانيا سواء بعدد شحنات الأسلحة أو بزيارة كييف بانتظام، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبور. أعلنت توجهها إلى كييف واعدة باعتماد ما وصفته بالحزم حيال موسكو والتضامن الثابت مع أوكرانيا. وخصصت المسؤولة الأوروبية جزءا كبيرا من خطابها الذي استمر حوالي ساعة لمسألة ارتفاع أسعار الطاقة إثر التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وتعهدت بأن الاتحاد الأوروبي سيجري إصلاحا كاملا وعميقا لسوق الكهرباء، موضحة أن تحديد سقف لعائدات شركات توليد الكهرباء انطلاقا من الطاقة المتجددة والنووية سيسمح بجمع أكثر من 140 مليون أورو لدول الاتحاد الأوروبي التي سيكون بإمكانها إعادة توزيعها على الأسر والشركات المعرضة للخطر. ويجتمع وزراء الطاقة الأوروبيون مجددا في 30 من سبتمبر للبدء في الخطة الطارئة التي طرحتها المفوضية، والتي تثير بعض التدابير الواردة فيها منذ الآن انقسامات بعض الدول الأعضاء التي تسجل أوضاعا متباينة على صعيد الطاقة. شهدت الأسواق الأمريكية في الساعات الماضية تراجعات قوية لتتكبد خسائر ضخمة على وقع بيانات التضخم، ودخلت بذلك المؤشرات الأمريكية المنطقة الحمراء. تحاصل الأزمات أسواق المال والصرف العالمية وسط الاضطراب الكبير الذي تشهده مؤشرات أسهم القطاعات الاقتصادية بالبورصات الكبرى، منها قطاع أسهم شركات الطاقة التي سجلت اهتزازات حادة بسبب ارتفاع المخاطر في أسواق المال والسندات السيادية ومخاطر الدول الناشئة وتراجع عملاتها إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار الذي واصل نسق ارتفاعه. أزمة اقتصادية عالمية خانقة ألقت بظلالها اليوم على أكبر الأسواق المالية العالمية وول ستريت، التي سجلت منذ يوم أمس تراجعا حادا في معاملاتها، وذلك عقب صدور آخر البيانات الخاصة بأسعار المواد الاستهلاكية الأمريكية التي تؤكد تفاقم معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشير إلى تعرض سوق العملات الرقمية إلى موجة خسائر شديدة لتفقد في غضون الساعات القليلة الماضية ما يزيد عن 140 مليار دولار. وقد أثارت هذه البيانات الرسمية تخوفات المستثمرين، مما يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياط الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، الذي من المنتظر أن يعقد اجتماعاته الأسبوع القادم. في أخبار الرياضة، وبعد وصولها مساء أمس رفقة النجم السابق للمنتخب الفرنسي دافيد تريزيغي لتونس، تم اليوم عرض الكأس الرسمية لمونديال قطر لكرة القدم، حيث أتيحت لعشاق الساحرة المستديرة فرصة اكتشاف اللقب العالمي الأغلى والتقاط صور تذكارية معه من خلال احتفال خاص. ورمز كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 كان انطلق في رحلته العالمية في شهر مايو المنقضي بدبي الإماراتية في مرحلة أولى، قبل أن يجوب فيما بعد 19 دولة ومنطقة، وفي مرحلة ثانية انطلقت في 19 من أوت المنقضي من مدينة زوريخ السويسرية في زيارة للبلدان المتأهلة إلى المونديال. وضعت قرعة روزنامة بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الجديد الترجي الرياضي حامل اللقب في مواجهة النادي الصفاقسي في مباراة قمة في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى المقرر انطلاقها في 30 من سبتمبر الجاري. كما سيكون الملعب التونسي في مواجهة أمام أمل حمام سوسة، ويلاقي النجم الساحلي اتحاد تطاوين، فيما يعفي النادي البنزرتي من خوض منافسات الجولة الافتتاحية. أما في المجموعة الثانية فسيلاقي مستقبل الرجيش مستقبل سيمان، ويباري الأولمبي الباجي الاتحاد المنستيري، ويواجه اتحاد بنجردان أولمبيك سيدي بوزيد، على أن يعفي النادي الإفريقي من خوض المواجهة الافتتاحية. وتقام البطولة هذا الموسم بنظام المجموعتين، حيث تتألف كل مجموعة من 7 فرق إلى جانب مرحلة التتويج ومرحلة تفادي النزول. إذن مشاهدينا الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. هذا تذكير بالعناوين. غدا العودة المدرسية في كامل ولايات الجمهورية، والمؤسسات التربوية تستقبل أكثر من 2 مليون تلميذ في مختلف المستويات التعليمية. إعلان وتركيبة جديدة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وملفات مطروحة منها القانون الأساسي للمهنة.
شهدان فلسطينيان برصاص المحتل الإسرائيلي في الضفة الغربية احتوازيا مع اقتحام عشرات المستوطنين باحة المسجد الأقصى. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.